أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة 13 من برنامج كيفية تطبيق القرآن، وهي بعنوان تشخيص وعلاج مشكلة تدني الذكاء. فكمقدمة لهذه الحلقة، هناك مشكلة نجدها في المجتمعات الإسلامية وغيرها، وهي تدني الذكاء الإنسان. وأعراض ذلك هو بأن الإنسان يصبح عنده ضعف وبطء في تحصيل المعلومة وفي الربط والاستنتاج في الدماغ البشري، وضعف القدرة على التحليل واستنباط علم جديد واستنباط أمور جديدة وفهم الأمور، ويصبح أيضا عنده بطء في توصيل السيارات العصبية في الدماغ البشري. يعني من ناحية فسيولوجية يصبح هناك بطء في نقل السيارات العصبية بالدماغ، وهذه أعراض كلها هي أعراض ضعف الذكاء الإنسان. وهذه مشكلة موجودة. فالآن السؤال، كيفية تشخيص أي معرفة ما سبب لهذه المشكلة وعلاجها بهذا القرآن الكريم؟ فالله عز وجل يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: ما فرطنا في كتاب من شيء، أي أن الله عز وجل لم يترك أي شيء خارج القرآن الكريم. فإذا كانت هناك أي مشكلة تجد علاجها في كتاب الله عز وجل. سبحان الله العظيم، إذا تفكرنا في القرآن الكريم وليس فقط عملية القراءة السردية للكتاب، نجد بأن المولى عز وجل يبين لنا المسبب لهذه المشكلة وعلاجها في آية واحدة في كتابه، وهي آية في سورة محمد، في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. استغفر الله العظيم. فإذا تفكرنا في هذه الآية الكريمة، الله عز وجل يبين لنا هنا بأن الأسلوب الأمثل لفهم القرآن الكريم والاستفادة منه هو تدبر آياته، أي التفكر فيها. يعني عند قراءة القرآن الكريم، الله جل يعظمه بأن الإنسان يتفكر في القرآن الكريم، يتدبره، وليس فقط عملية القراءة السردية للكتاب. ومعنى التفكر مثلا أن الإنسان يفكر لماذا الله عز وجل استخدم هذه الكلمة في هذا المكان، لماذا الله عز وجل ربط هذه الآية بتلك، لماذا هذه السورة جاءت بعد هذه السورة أو قبلها. يعني التفكر وتحليل الأمور. فإذا يعني هنا الله عز وجل يعظمه بأهمية التفكر في الأمور، يعني الإنسان الذي يسمع ويرى أن يتفكر فيه. فما هي أهمية هذا الأمر؟ إذا تفكرنا، الله جل يقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. استغفر الله العظيم. فإذا الإنسان تفكر في سنة الله عز وجل في جسم الإنسان، وتفكر في سنة الله عز وجل في الأطفال، فيجد أهمية التفكر والتدبر. فالله عز وجل في الأطفال وضع سنتين رئيسيتين. السنة الأولى هي كثرة اللعب، تجد الطفل كثير اللعب، وهذا الشيء الله عز وجل يمدحه في القرآن الكريم، وشيء يعني الله عز وجل وضعه في الأطفال، مثلا في سورة يوسف عليه السلام، في سورة يوسف أنه ذهب يلعب. فاللعب يعني في الأطفال يؤدي إلى تحفيز العضلات والعظام. كيف؟ لأن كثرة اللعب تؤدي إلى توليد إشارة ميكانيكية في العظام والعضلات، طاقة ميكانيكية، وهذه الطاقة الميكانيكية هي الإشارة التحفيزية لاكتمال نضج العظام والعضلات. يعني يحفز هذه الإشارة، تحفز الخلايا العظمية والعضلية لإكمال نضج الجسم الإنسان. فنجد الأطفال الكثير اللعب بأن صحتهم قوية وجسمهم قوي. ونلاحظ أنه إذا في ممارسة خاطئة يتبعها الأباء والأمهات بأنه يقلل من لعب الإبن، فعندما يقوم بذلك فنلاحظ بأنه هذا المجال الطاقة في الجسم يقل، وبالتالي تحفيز العظام والعضلات يقل، وبالتالي نجد أن صحة الطفل تصبح هزيلة وضعيفة. لأن إذا تفكرنا أيضا في الأطفال، نجد بأن الله عز وجل وضع هناك سنة أخرى في الأطفال، وهي كثرة السؤال. فنجد أن الأطفال كثيرين السؤال،
يعني يسألك الطفل لماذا تقوم بذلك، ما هذا ما هذا. وهذه السنة الله سبحانه وضعها في الأطفال، الأهمية هذه السنة كثرة التفكر، لأن كثرة التفكر يولد مجال كهرومغناطيسي في الدماغ البشري، وهذا المجال الكهرومغناطيسي يؤدي إلى نضج، هو إشارة تحفيزية كهرومغناطيسية إلى إكمال نضج الدماغ، وإلى سرعة في السيارات العصبية في الدماغ، والإكمال الوسائط العصبية في الدماغ وزيادة كميتها وقوتها. فإذا هذا يعني كثرة التفكر يولد مجال طاقة في الدماغ البشري، وهذا مجال الطاقة يؤدي إلى تحفيز الدماغ البشري لإكمال نضجه. فإذا هنا نرجع سبحان الله العظيم إلى الإعجاز المعرفي في قول الله عز وجل أفلا يدبرون القرآن. فالتفكر في القرآن الكريم يولد مجال طاقة في الدماغ البشري، يؤدي هذا المجال إلى قوة الوسائط العصبية، زيادة عددها، زيادة سرعة السيارات العصبية في الدماغ، وبالتالي يؤدي هذا إلى قدرة زيادة قدرة الإنسان على فهم الأمور، على التحليل والربط، على الاستنتاج، إلى زيادة ذكاء الإنسان. أما إذا الإنسان لم يتفكر في الأمور، وهذا أيضا ممارسة أخرى خاطئة يتبعها بعض الآباء والأمهات، بأنه لا يحاور ابنه ولا يتفكر ولا يعني يجعله يتفكر في الأمور، فعملية يعني عدم السماح للأطفال بالتفكر ونهرهم عندما يسألوهم، هذا يؤدي إلى ضعف هذا مجال الطاقة في الدماغ البشري، وإلى قلة وإلى ضعف الوسائط العصبية في الدماغ، وإلى ضعف سرعة السيارات العصبية وقلتها، وبالتالي إلى تدني مستوى الذكاء. فإذا يعلمنا الله عز وجل سبحانه العظيم أن المسبب لتدني الذكاء هو عدم التفكر في الأمور. وهذا الشيء نلاحظ تبعه كثير من الناس، انه يسمع الامور لا يتفكر فيها ويتبعها كما هي. اما الله جل يقول بان تتفكر في الامور، تدبر الامور، لان التفكر هو بمثابه الطاقه التي تحفز الدماغ البشري لزياده ذكائه. فاذا المسبب لتدني الذكاء هو عدم التفكر في الامور، والذي يؤدي الى زياده الذكاء هو التفكر في الامور. وافضل كتاب تفكر فيه هو القران الكريم، والتفكر في كلام الله عز وجل في خلق الله. وطبعا هذا الشيء يؤكده حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه لا تكونوا، يعني في حديث محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تكونوا إمعة. يعني محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا تكونوا إمعة. ما هو الإمعة؟ الإمعة هو الذي يتبع الأمور بدون أن يتفكر فيها. يعني الإمعة هو الذي يسمع الشيء أو يراه ولا يتفكر فيه ويتبعه كما هو. فبقول محمد عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إمعة، يعني لا تكونوا إنسان يتبع الأمور بدون تفكر وتدبر لها. وهذا طبعا يوافق هدى الله عز وجل في القرآن الكريم، فنلاحظ بأن هدى محمد عليه الصلاة والسلام هو هدى الله عز وجل. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعظنا بالتفكر الأمور وتدبرها، ولكن الناس هجروا القرآن الكريم وهجروا سنة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيجدوا أنفسهم في الألم والحسرة التي يجدوها أنفسهم فيها. ونعطي مثال عملي على هذا الأمر. طبعا إذا تفكرنا في قصص الأنبياء، وأيضا هناك مشكلة أخرى الآن بأن قصص الأنبياء تسرد قراءة سردية بدون تفكر فيها، مثل القصص، ولكن يعني مثل أسلوب الحكواتي، ولكن الله عز وجل يعظنا بالتفكر في الأمور. فإذا تفكرنا في سنة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى غار حراء، كان محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل الله عز وجل عليه القرآن الكريم يذهب إلى غار حراء، وكان يذهب هناك يتفكر في الأمور ويتعبد ويتفكر في الله وفي خلق الله. فإذا تفكرنا في ضوء الهدى الذي سمعناه الآن من القرآن الكريم، إذا كلما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتفكر أكثر وأكثر، كان الله عز وجل هداه لهذه العملية، هذا التفكر، لأنه هذا يؤدي إلى زيادة قوة المجال الكهرومغناطيسي في دماغ محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي إلى زيادة نضج الدماغ وزيادة قدرة الوسائط العصبية في الدماغ وزيادة سرعتها، وبالتالي زيادة ذكاء محمد عليه الصلاة والسلام. فنلاحظ سبحان الله العظيم أنها كانت مرحلة تحضيرية لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل نزول القرآن الكريم، ليكون في قدر من الذكاء قادر على حمل الرسالة وإظهار الحجة ودعوة الناس إلى صراط الله عز وجل. فيعلمنا الله في سنة محمد عليه الصلاة والسلام كيفية زيادة ذكاء الإنسان، لأن الهدف الذي الله عز وجل وضعك من أجله على الأرض هو السعي لإعلاء كلمة الله عز وجل، وأنت بحاجة إلى ذكاء في هذا الأمر، في الحجة والمناظرة وإظهار رسالة الله عز وجل. ف إخواني وأخواتي، نلاحظ بأن القرآن الكريم وسنة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فيها أجوبة لكل مشاكل الإنسان، ولكن كما قلت، لأن الناس هجروا الله عز وجل وهجروا كتابه وهجروا سنة محمد عليه الصلاة والسلام، يجدوا أنفسهم في الألم والضيق والحسرة التي يجدوا أنفسهم فيها.
فالرجاء من إنه الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والتفكر في آياته، ليس فقط عملية القراءة السردية للكتاب والتفكر في سيرة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المخرج وعلاج المسلمين وضعهم هو رجوعهم إلى كتاب الله عز وجل.